مع بداية كل عام دراسي جديد دايما بيكون أولياء الأمور مركزين قوي على أن ولادهم يحققوا النجاح ويحققوا أكبر قدر كمان من النجاح والاستفادة من الوسائل التعليمية المساعدة اللي بقت متاحة عبر قنوات كتيرة جدا ما كانتش متاحة قبل كده، زي القنوات التعليمية، الكورسات اللي موجودة على الإنترنت وغيرها من الوسائل الحديثة اللي بقت دلوقتي متاحة بشكل كبير جدا مع التقدم التكنولوجي. الحقيقة بيكون توفير بيئة تعليمية مناسبة ودعم فعال للأطفال بيكون عامل مؤثر في تحفيزهم للتفوق وفي مسارهم التعليمي. خلينا نعرف إزاي ممكن نحقق أكبر استفادة مع بداية العام الدراسي الجديد واستغلال مصادر التعلم المتاحة من الدكتورة إيمان الرئيس الخبير التربوي. صباح الخير يا دكتورة. أهلا بك. صباح الخير يا فندم. صباح النور دكتورة. ازاي نقدر نحفز الولاد انهم يقدروا يشتغلوا وازاي نقدر نقنعهم انهم يشتغلوا بحماس من بداية السنة وازاي نقدر نوفر لهم كمان بيئة ملازمة او ملائمة للتعلم جوه البيت؟ كل عام وحضراتكم بخير والطلبة بخير واولياء الامور بخير. السنة الدراسية بتبتدي كده الاول بتبقى صعبة شوية على اولياء الامور ان عايزين يعملوا كل حاجة ولسه الولاد طالعين من الاجازة. طالعين من الاجازة يعني كسلانين، يعني مش قادرين ينزلوا الصبح، يعني مش عارفين يعملوا اي حاجة غير ان انا عايزة العب. طب ازاي احفز ولادي؟ تحفيز الولاد بتبدأ من اول ما يبتدوا يشتروا حاجات المدرسة، من اول ما يبتدوا ان احنا نشجعهم على مصلحتهم وعلى تفكيرهم وازاي ان انا يهمني مستقبلي مش بالتهديد. عشان كده بيقول لحضرتك لو انت علاقتك مع ابنك او بنتك كلها اسئله واجابه وتهديد علاقه سطحيه، ويجي بعد كده ولي امر يقول لك ايه، انا ابني ما بيحبنيش، ابني مش بيسمع كلامي، ابني دايما بيعارضني، ابني دايما بيعاندني. فلازم تحسس ابنك ان هو عشان مصلحته انت رايح المدرسه. مصلحتك دي اللي هي ايه؟ لازم تكتب انت عايز تعمل ايه وعايز تحقق ايه في مستقبلك. ده الكلام ده للكبار. طب الصغيرين هتحفزهم بالالعاب، هتحفزهم بالمكافئات. كل ما كانت المدرسه اللي في الفصل والمدرسه ممتازه جدا بتحفز الطفل ان هو يقدر يروح المدرسه ويتشجع ان هو يروح المدرسه. طيب ده ما يمثلش ضغط عليهم في البدايه؟ يعني انت رحت اول يوم في المدرسه، راجع خدت ايه في المدرسه، عندك واجبات ايه لازم تقعد تعملها دلوقتي، طب انت ما ذاكرتش الدرس، طب يلا عشان نقعد نسمع، في صدمه هنا هتحصل. اعتقد الموضوع محتاج نسيبهم شويه اول اسبوع 10 ايام في المدرسه ونبتدي واحده واحده متهيألي. يعني بص، هي النظام حلو من قبل خالص ما ابتدي الدراسه لازم اتفق معاه على جدول. الجدول ده انا بخليه هو يمشي عليه عشان اعلمه الاستقلاليه وان هو يعتمد على نفسه. انا ضد الام تذاكر لابنها من اولى ابتدائي، ويمكن دي هتبقى صدمه فيقولوا لي ازاي يعني اولى ابتدائي؟ لا صدمه ايه، ده فكره كويسه جدا، قولي كده تاني وتالت ورابع. ضد اولياء الامور يذاكروا لاولادهم من اولى ابتدائي. واحب اقول حاجه، ان انا طبقت ده على نفسي. ابني ما شاء الله ثانويه عامه ما شاء الله، ما اعرفش انا يا دوبك بوجه وبقى انا المرشد بالنسبه له عشان هو يبقى عنده حافز في حياته. خلي بال حضراتكم كل ما تعلموا ولادكم كل حاجه سهله هيبقوا ما عندهمش اي استعداد يحققوا اي اهداف في حياتهم. طول ما حضرتك بتبقى ايده ورجله وعينه، عشان كده بقول لهم اخرجوا من جروبات واتساب اولياء الامور. خلي ولادكم كمان يخرجوا، سيبوهم ينطلقوا لوحدهم، سيبوهم هم اللي يبتدوا ياخدوا الخطوات بنفسهم. لما انا هاخد له خطوه ان اشوف الواجب بتاعه، واخد له خطوه ان انا اتابع المدرسين، واخد له خطوه النادي واختيار صحابه، هيعمل ايه؟ عشان كده اكتشفوا ان اولياء الامور اللي اكتر تسلط على اولادهم وديكتاتوريه اكتر اطفال ما عندهمش ثقه بنفسهم. ولا انا هنا واقفه، ده مش تسلط ودي مش ديكتاتوريه، ده رعايه. لا، في فرق كبير جدا بالرعايه، وفي فرق بان انا اديله مساحه الحريه، مساحه الاختيار بتاعته، حقه هو، حقه ان انا مثلا اختار لبس معين، حقي ان انا اختار صحابي طبعا. وانا اوجهه، لكن مش حقه انه ما يعملش الديفوار، او لا. مش من حقه الواجب يعني، او مش من حقه انه ما يبقاش ده موضوع متابع. حلو. لا ده موضوع حلو قوي. طيب وانا امتى ابني هيخاف على مصلحته؟ لما احسسه ان هو لو انت ما رحتش عامل الهومورك بتاعك او عامل الواجب بتاعك فهتبتدي ان هتتعاقب، فيبقى شكلك وحش فمش هتبقى ناجح، ولا افضل وراه اعمل. خلي بالك، ورا الطالب كتير والطفل كتير ما بيعتمدش على نفسه بعد كده. بالعكس، ده نسيبه اول مره يروح من غير ما يعمل واجب عشان يتعاقب ويجي متضايق، مش ما يعملش واجب. هو انت يهمك يبقى ابنك عنده شخصيه ولا يهمك يبقى شاطر؟ على فكره اللي عنده شخصيه هيبقى شاطر، بيبقى شاطر مش العكس. وارد يبقى شاطر وضعيف الشخصيه، وكتير بنشوفها، بدليل هتلاقي في دكاتره كتير مش ناجحين
ما عملوش اي يعني اي نجاحات تذكر في حياتهم. عشان كده لازم نعرف ان الطفل احنا بنربي فيه شخصيته مش التعليم. الاهم عندي الشخصيه عشان يبقى ناجح في حياته، مش بربي التعليم اللي هفضل وراه لحد ما بقى انا طفل عنده ضعيف الشخصيه وما بيقدرش كمان يعمل علاقات اجتماعيه، مستني ماما تقول له يعمل ايه وما يعملش. مشكله طبعا. طيب بالنسبه للوسائل التعليميه المختلفه اللي بقت متاحه دلوقتي وموجوده على الانترنت، واولادنا كلهم قاعدين يعني على مواقع التواصل الاجتماعي وماسكين الموبايلات وعلى جوجل وبيدخلوا على هذه المواقع، لكن ازاي نقدر نوجههم بقى ناحيه المنصات التعليميه المختلفه؟ احنا عندنا بنك المعرفه، عندنا قنوات تعليميه مختلفه. اولا من احد الانجازات لسياده الرئيس ووزير التربيه والتعليم بنك المعرفه. يعني احنا دايما عمالين نقول تطور تطور تطور، بيعملوا تطورات والناس بعض اولياء الامور مش مواجبه ده او مش عايزه تشوف ده. يعني ابو بلاش مش بيبصوا له، بيروحوا اللي هو بفلوس. مع ان اقول لحضرتك على حاجه، بنك المعرفه من 2016 في اكتر من 25 ناشر على مستوى العالم، ناشونال جيوغرافيك، البريتش، ديسكفري، حاجات قويه جدا ومجانا بدون اي مقابل، من طفل اولى ابتدائي لحد الجامعي. طب متقسم عندي ايه جوه؟ متقسم عندي لكذا قسم، الاطفال، قسم الاطفال متقسم عندي، التعليم الاساسي متقسم عندي، التعليم الفكر، ومتقسم عندي رابع حاجه اللي هي تبع الدراسات العليا. حاجات روعه اقول لحضرتك. يعني في اكتر من، واحنا بنتكلم عن الاطفال، هي مرتبطه بالمناهج بتاعتهم في المدارس، مرتبطه، عايز اقول لك ده مهم عشان ما ازودش عليه. طبعا في اكتر من 900 تدريب جوه الموقع، في اكتر من اقول لك ايه 700 مليون حد زار الموقع. قد ايه هو قوي جدا، قد ايه ان انا كولي امر زي ما ابني بيقعد على اليوتيوب وزي ما ابني بيقعد على السوشيال ميديا، اللي انا يعني من خلال حضراتكم من الناس اللي عامله حمله بقالي فتره سحب الموبايل خالص من اولادنا نهائي، سحب الموبايل نهائي لحد 13 سنه عشان ابني يقدر يركز، يبقى عنده علاقات اجتماعيه. افتح انا بقى معاه منصه زي دي او افتح معاه موقع زي ده عشان يستفيد. احنا بنموت مهارات وقدرات اولادنا من غير ما ناخد بالنا. عشان كده مهم جدا قبل الدراسه لازم اولياء الامور تعمل توعيه لاولادها. ازاي؟ اول حاجه ابنك هيواجهها في المدرسه التنمر. احنا بص احنا مغمضين كده، لو ابنك مش قوي الشخصيه هيتنمروا عليه، لو ابنك ما بيعرفش يرد هيتنمروا عليه. امتى ابني ما بيعرفش يرد؟ ما بيعرفش يوصف. طب ازاي اخلي ابني يوصف؟ اوقات كتير من كتر قعده الولاد على السوشيال ميديا مبقوش عارفين يكلموا، يجي يقول لك طب انت مالك يا حبيبي، ما فيش، في حاجه مزعلك، تبتدي تاخد منه المعلومه بالعافيه. عشان كده اقول لك على اختبار حلو قوي وتدريب حلو قوي تدرب بيه ولاد، يعني ندرب بيه اولادنا. تجيب له مثلا حاجه زي قلم، هتقول له وصف لي القلم ده، دي حاجه اسمها العصف الذهني. وصف لي القلم، اديني التلات اوصاف للقلم. كل يوم تقولي طب وصف لي الحاجه دي، وصف لي مشاعرك النهارده. عشان كده انا ضد ولي الامر اللي اول ابنه ما يخش كده يقول له ايه؟ اخدت واجب ايه؟ طب ما تقول له اجمل حاجه حصلت معاك النهارده. يعبر هو. بالظبط. كل ما الطفل يعبر، كل ما يعرف يركز، كل ما يبقى عنده هدف. خلي ولادكم يتعلموا يتكلموا. انا كده مش بوجهه لما اقول له اجمل حاجه حصلت في يومك، ولا اقول له احكي لي يومك حصل ازاي النهارده؟ لا احكي لي يومك مش ازاي، احكي لي الوحش ويحكي لي الحلو، هو اللي يختار عايز يبتدي بالوحش ولا عايز يبتدي بالحلو. انا بفكر معاكي فعلا. جميل دكتور. والله بصي هقول لك على حاجه، انا بقالي 16 سنه في المجال ده، يعني انا ما بتعاملش غير مع الاطفال ومدارس طول حياتي. الطفل لما هتبتدي معاه بالايجابي هيحبك قوي. يعني لما تقولوا ايه اكتر حاجه حلوه حصلت معاك النهارده، لعبت مع صحابي وعملت كذا وعملت كذا، فهيبقى مبسوط جدا. سيبيه هو يقول لك اللي مضايقه. لو ما قالكيش خالص وبالليل وانت نايمه معاه، لو طفل تحت العشر سنوات، ابتدي احكي له قصه واعمله سرد وقولي له بقى في حاجه النهارده تحب ان انت تحكيها لي اساعدك فيها، ضايقتك في حاجه. واياكي كولية امر تقولي لابنك ما تديش للولد ده حاجه، ما تديلوش اكل، ما تساعدش اللي جنبك، انت حاجتك معاك. عودوا ولادنا على التعاون وان هم يشاركوا حاجاتهم، بس في نفس الوقت هو يبقى يعني سايب حاجه لنفسه. مشكله الجيل ده انه مش عارف يتعامل. وخليكي فاكره الكلمه دي كويس، خلي حضرتك فاكرين اول صدمه هتقابلنا التنمر، وما زلت بقول عندنا افه اسمها التنمر. الاطفال ما بقتش تعرف ان انا لما اتريق على حد واهزر معاه بطريقه فيها سخريه بتضايق. عشان كده لازم بس احنا المناهج بتتكلم، يعني المناهج اتجددت بتتكلم عن التنمر. طبعاً المدرسين في الفصل بيتكلموا عن التنمر. الناس بقت عارفه كويس قوي، او حصل كتير من حملات التوعيه للولاد في الفصل انه بقى الشخص المتنمر معروف انه شخص
ضعيف داخليا، مش عارف يعبر عن نفسه، فبيستسهل ان هو يتنمر على الاخر لان هو نفسه مش صح. قوي ومش لازم اقوي نفسيه ابني، اقوي نفسيته امتى؟ لما اخليه يعرف يرد ويتكلم ويواجه ويعرف يفكر. في الحاله دي ابني هيقدر يتصرف ويبقى عنده شجاعه كافيه. المهم دور المدرس، دور المدرس في الفصل. لما اواجه انا كمدرس اي مشكله زي دي، ما اقولش انا هشرح وما اقفش عندها، لان دي نقطه مهمه. انا كمدرس بتقي ربنا في الولاد اللي معايا جدا، لان الولاد دي في يوم من الايام هتبقى صدقه جاريه. هيفتكر الطالب ده اللي قاعد امتى انا طبطبت عليه، امتى كلمته كويس، صحيح. امتى كنت واقف معاه لما كان متضايق، امتى شجعته. عشان كده لما ولي الامر يجي يذاكر للطالب او يحاول يعني زي ما تقول يعمل تدريبات معاه، في استراتيجيه اسمها الالم الواحد. استراتيجيه الالم الواحد دي ممتازه جدا، ان امسك قلم وورقه واحده، قلم واحد وورقه واحده، واقول لابني يلا انت قول لي اكتب لي استفدت ايه النهارده في المدرسه، واللي انت كتبته كله ادهوني، وانا هكمل لك عليه بمعلوماتي اللي عندي. فيبتدي يبقى هو عايز يقول كل المعلومات. ولو عايز ولادكم يبقوا شاطرين جدا في الدراسه، خليه يقعد يشرح لك. حتى احنا لو عايزين نذاكر حاجه كويس قوي، لو انا شرحتها لنفسي صحيح. مش هنساها خالص. طيب ده جميل جدا. فن اداره الوقت مهم جدا. طب. هل نقدر نعلم اولادنا اداره وقتهم ماشي ازاي؟ احنا اللي بنخطط ولا هم اللي بيخططوا؟ ومن سن كام؟ حلو قوي. فن اداره الوقت دي من وهو الطفل صغير. والمهم ان انا اعلمه يبص للساعه، يبقى عارف التايم بتاعه من فين لفين. هو بيتعلمه اصلا من اول المدرسه. لما يقول الحصه الفلانيه تخلص الوقت الفلاني، انا بكمل على ده، تدريبي بيخلص الوقت الفلاني. المهم اكون انا ملتزم بالوقت. مشكله الاطفال في ايه او الولاد في انهم بياخدونا قدوه. ممكن اقول له حبيبي قدامك 10 دقائق، فيها نص ساعه بقى اتكلمت وقعدت على يعني انا انشغلت عنه اصلا. بالظبط. الطفل المنظم في وقته بيبقى منظم في حياته، بيبقى ناجح، مش العكس. لان الطفل المنظم هو اللي بيقدر يخطط لحياته كويس. صحيح. ابتدي اعمل جدول من بالليل، اقول لابني هو اللي يكتب الجدول بايده، قدامك قد ايه في المذاكره، قدامك قد ايه في البريك بتاعك، هتقعد تاكل قد ايه، هتلعب قد ايه، هنعمل تدريبات مع بعض قد ايه. عظيم. احنا بنوجه بس، وهم اللي بيقوموا بهذه بالزبط. المهام بنفسهم. احنا بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. دكتوره ايمان الرئيس الخبير التربوي، الف شكر ليكي. شكرا لحضرتك.